الصقر والذيب هم رموز البادية. الصقر والذيب بين الصقر والذيب. يا سلام. الصقر يخاطب الذيب والذيب يرد على الصقر. الصقر يقول أنا الحر المبرقع وطرق الجنحين لا ندها وكفوهم صاحوا الشاهين وخذناها فعنا صقور متعلين نصيد الطائر بالجو انت قدارك بس خرفان. رد الذيب قال له لا برقع رهمل ولا رهم للثام. ويش ولا لا برقع رهمل ولا رهم للثام ولا صقار كظنوا بيها خذل وسام. مكان انت تعرفه بالسدر قدام الذيب يحد نيابه ويقطع وانت بكيفك يا الصقار. رد الصير قال لنا المحشوم قدري قال لنا المحشوم قدري والزلم تطريه انا المحشوم قدري والزلم تطريه لبس لبس الحريم ولا نعاب عليه فخر زاد اللزمن وصرت فوق يديه البرقع صيته مبين شنه علومك يا الغدار. قال لنا الشاعة افعالي واسمه ابو سرحان الطرقي خاف مني مكشر النيبان الفارس ما وصلن معيز العربان الدور الختله وصيدك بارد وانا اسحلهن شوف العين. قال لبطر الفجر صيد وما لذت لبليل شلوش ما علت لي يشد حيل بحيل وانت بعهد يوسف تشهد اسرائيل تشوفه ولا تتحرك يوسف سبعه توالت بيه. قال له يوسف لا غدرت ولا دنيا تعليه وتهموني بدمه وانا ما داني ويعقوب الشهد لو قالهم ابريه الصار بيوسف هذا مسجل امر البار ولا نعصيه. قال له وقف مبينه يا الغشيم ولا تغير الصار ما تهموني انا لان مو غدار والدخان ما حل لو ان ما مش نار لو مو طبعك ما تهموك تعودنا على امثالك وسلامتك. الله 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 الله.